السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في على المباشر من مدينة ديال سطات. خلال الزيارة ديالنا عند سميرة السطاتية اللي غادي نحاولوا نقلكم معنا في هذا المباشر عند سميرة اللي كدير يعني زعزع بلدي بواحد المكونات الطبيعية. هذا البنا اختي سميرة ياك؟ لا الريب. الريب هذا الريب. الريب بلدي. غادي اختي سميره بغيناك اختي تكلمي لنا يعني على كيفاش جاتك الفكره ديال هذا المشروع. السلام عليكم بعدا ومبروك عواشركم باش ما تمنيتوا ان شاء الله الاخوان المسلمين داخل المغرب وخارجه. هذه الفكره هذه جاتني بحكم انني في سبق لي خدمت في التجاره، كان ديجا كانت عندي فراشه ديال الحوايج ديال كنت كندير تقشيره جلية سماطي شورطات هادشي بائعه متجوله، والحمد لله ودابا جاتني الفكره ديال زعزع اللي هو ريب الريب زعزع بلدي بمكونات طبيعيه. زعزع بلدي بمكونات طبيعيه. يعني سميرة تبيني لي الطريقه ديال التحضير كيفاش يعني كتحضري شنو هاد المكونات ديال المكونات ديال هاد زعزع بلدي؟ المكونات ديالو هو الريب، الريب إلان، الريب إلان إبلي، شوفان، الشريحه، اللوز، القرقاع، كاوكاو، التمر، الزبيب، وديسير على حسب الرغبه. ديسير على حسب يعني على حسب الرغبه. بغي يقول لك شنو عطيني زعزع باش يعني الا بغي يقول لك نعم يعني الديسير حالات تقريبا. الديسير كاين جميع انواع الديسير، كاين بنان، كاين كيوي، على حسب الموسم وشنو فيه، كنخدم بالديسير على حسب الموسم. على حسب الموسم. على حسب الموسم. بغيتك اختي سميره يعني تبين لنا كيفاش تبين لنا يعني شي. مرحبا 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 بكم. مرحبا. تفضلي اختي سميره. مرحبا. هذا تقريبا الريب بلدي ياك. هذا الريب، هذا الريب شوفان. الريب والشوفان وإلان وإبلي. نعم. مرحبا بكم داخل المغرب وخارجه. مرحبا بكم. هذه رساله كتوجهها سميره يعني للعموم. مرحبا بكم مرحبا بكم عامه داخل سطات وخارج سطات. اللي جا سطات مرحبا بك. مرحبا بي. انا كنت واجد في زنقه الذهبيه حدا بي حدا زنقه الذهبيه في الرومبو. يعني هذا هو الموقع. هذا هو الموقع ديال سميره يعني اللي في الراس ديال زنقه الذهبيه. تفضلي اختي سميرة. بالقرب بمقهى سطات. مقهى سطات. بالقرب مقهى سطات. واش حين صحدا المقهى ديال سطات علاش انت كديري زعزع سميرة السطاتية ولا؟ لا لحقاش انا سطاتية وبغيت نشرف بلادي فهمتي؟ فعلا. بغيت نعطي الصورة لبلادي. فعلا. بلادي عزيزة عليا وبزاف كاع بلادي سطات سطاتية وكنفتخر بها الحمد لله. كيقول لك سطات ولافة اختي سميرة، كيفاش سطات ولافة؟ بصح سطات ولافة ولافة وفيها المعيشة رخيصة الحمد لله. الناس ديال الشعبيين الحمد لله. مرحبا بكم والله الا مرحبا. واي هذه هذا بالكلام ديال الناس كاملين كل شيء اللي جلست كيقول لك سطات كتعجبني وناس شعبيين وفي شكل. تفضلي اختي سميره سمحي لينا. مرحبا. خذي اختي سميره تخلصي من عند السيد. الله يسهل عليك. مرحبا. دابا هذا ملي كيقول لك الديسير مثلا مره كديري بنان مره تفاح. على حسب الموسم. المهم بنان رئيسي البنان. بنان كنخدم به الموسم كامل. بنان. كامل. ودابا كنخدم كيوي. كاين موسم ديال الكيوي. كيوي. كنخدم الكيوي. واخا حتى شويه الاسعار طالعه شويه في السلعه وداك الشيء الاسعار طالعه وداك الشيء ولكن الحمد لله. الحمد لله. المهم كنواكبوا الوضعيه وصافي. هذا هو اللي كاين اختي سميرة. هذا شنو اللي كت هذا الشوكولات. الشوكولات لي صوص هادو لي صوص. لي صوص لوز كاوكاو قرقاع. هذا يعني اللوز وقرقاع مطحونين ياك؟ اللوز هادو مطحونين عاد كندير بالنسبه اللي كاين مطحونين وكاين الصين. كنخدم بهم جوج على حسب الرغبه ديالك. على حسب الرغبه. على حسب الرغبه. شكرا لك اختي سميره. اختي سميره شنو الرساله اللي ممكن انك توصليها
عبر هذه القناة شوف تي في، يعني شنو الرسالة اللي ممكن أنك توصلها؟ أنا بغيت الصوت ديالي يوصل للسيد العامل، الله يجازيه بخير، الله يرحم الوالدين، بغيته يعطيني شي بليصة اللي غنوقف فيها بلا ما ندير إزعاج لتا شي واحد، وحنت الكروسة ديالي بالحكم ديال السن ديالي بدا كيتقدم، الكروسة كتكرفصني شوية وتمحلني، بغيت شي بليصة اللي ندير فيها شي كيوسك. يعني شي بليصة اللي شي بليصة نوقف فيها مستقرة مستقرة بلا ما نبقى نجر الكروسة كنديها حتى للدار وكنردها كنتكرفص شوية. فعلا. شنو كتبغي تقولي للمشاهدين ديال قناة شوف تي في والناس؟ المهم كنشكر كنشكركم بزاف، كنشكر قناة شوف تي في، كنشكركم بزاف على هذه البادرة الطيبة وعلى هذه الالتفاتة اللي جيتوا عندي، مرحبا بكم اليوم، وكنرحب بالناس ديال مدينة سطات كاملين وخارج داخل سطات وخارج سطات، واللي جا لسطات عندي مرحبا به، اللي جا لسطات مرحبا به. كيف كتشوفوا يعني كان هذا مباشر على المباشر مع سميرة السطاتية اللي دارت هذا المشروع ديال زعزع بمكونات يعني طبيعية. الرسالة اللي حاولت أنها كتوجهها للعموم أنهم يشجعوا سميرة لأنها دارت هذا المشروع باش أنها يعني كتعيل به الراس نفسها بالحلال. الرسالة اللي كتوجهها كتوجهها للسيد عامل الإقليم أنها يعني بغات شي بلايصة تكون مستقرة باش ما تبقاش يعني بخصوص العامل ديال السن مجموعة من الأمور. كنشكركم على التواصل والتفاعل من خلال هذا البث المباشر من مدينة ديال سطات مع زعزع بلدي بمكونات طبيعية عند سميرة السطاتية. شكرا لك أختي سميرة، الله يوفقك، الله يوفقك أختي، الله يعاونك أختي، شكرا. وهذا هو الموقع اللي كتواجد فيه سميرة، يعني حدا زنقة الذهيبية في المدارة ديال زنقة الذهيبية هنا. كنشكركم على التواصل والتفاعل من خلال هذا البث المباشر، والى اللقاء في بث مباشر اخر. تبارك الله عليك اختي سميره. مرحبا بكم.